السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيتك. النهاردة بإذن الله جاية أشارك معاكم تجربتي مع مايك بويا بي واي ام 1. خلينا أول حاجة نبدأ بالعلبة. أهم حاجة في الأول العلامة المميزة اللي بتفرق في بين مايك الأصلي والتقليد، وهي على العلامة اللي هي علامة الخربشة أو السكريتش كود. بنخربش العلامة دي وبندخل الكود على الموقع بويا الرسمي عشان نتأكد إذا كان المايك أصلي ولا تقليد. هندخل مع بعض الكود دي، هتظهر معانا لو كان المايك أصلي، ولو كان المايك تقليد مش أصلي هتظهر معانا الرسالة دي، ولو كان معانا المايك مضروب استعلام عنه قبل كده هتظهر معانا الرسالة دي. وبالطريقة دي احنا هنكون استعلمنا عن الكود بتاعه وعرفنا هو أصلي ولا لا، ودي كانت أهم خطوة وأول خطوة لما نيجي نشتري مايك بويا. الخطوة التانية ان شاء الله اللي احنا نشوف ايه مكونات العلبة بتاعت المايك. اول حاجة مكونات العلبة بتاعت المايك، بنشوف الكتالوج اللي هو او دليل المستخدم، هنعرف ازاي هنركب منه كل الاجزاء، وطبعا ده بيبقى سهل جدا ومصور بالصور فهيبقى سهل في الاستخدام. تاني حاجة عندي المايك نفسه، المايك نفسه طبعا السلك بتاعه طويل حوالي 6 متر فده جميل جدا، ده كيس الرطوبة، وده الكيس اللي فيه باقي الملحقات بتاعة الجهاز، هنشوفها واحدة واحدة ونشوف هتركب ازاي. اول حاجة ببص على الجزء ده من الميكروفون، بلاقي هنا فيه لونين، لون اخضر ولون احمر. اللونين دول هما اللي بيحددوا هشتغل بالكاميرا ولا بالسمارت فون. لو كنت هشتغل بالكاميرا يبقى الزرار ده هيكون على اللون الاحمر، لو هشتغل بالسمارت فون يبقى الزرار ده هيكون على اللون الاخضر. تاني حاجة في شنكل او دبوس هنا في ظهر المايك بحيث ان يتحط في الحزام عشان خاطر وانت بتستخدميه ما يتحركش المايك معاكي. دي شنطة صغيرة او جراب بيتحط فيه كل مكونات المايك علشان سهولة الاستخدام، تقدري تحطي فيه المايك وكل المكونات بتاعته، وتقدري تستخدميه زي في شنطة معاكي لو في سفر، لو في حركة او بتسجيل خارجي طبعا بيبقى سهل جدا. دي كيسة الملحقات، هنشوف مع بعض فيها ايه. اول حاجة الجاك ده عشان ما بيستخدمش مع التليفون، ده بيستخدم مع الكاميرا مثلا او مع الالات الموسيقية لكن مش مع التليفون، يعني لو بتسجلي من التليفون انت غالبا مش هتحتاجيه. المشبك اللي هو بيثبت المايك، هنشوف كمان تركيبه ازاي بعد شوية. ودي البطارية لو بتستخدمي المايك مع الكاميرا، لكن لو بتستخدميها مع التليفون غالبا مش هتحتاجيها. ودي سفنجة صغيرة كده عشان خاطر تعمل عازل للصوت، بتشيل كل العيوب والهواء اللي في الصوت. نبدأ مع بعض نركب اول حاجة في الجهاز او في المايك. اول حاجة هنركب البطارية، واحنا بنركب البطارية في حاجات معينة كده هقولك عليها تاخدي بالك منها. اول حاجة بتفكي ده، بس الجهاز ده بتفكيه بتقسميه لنصين عشان تشوفي المكان بتاع البطارية. وانتي بتركبي البطارية هتاخدي بالك فيه زي خيط ستان صغير كده، ده لازم تطلعيه بحيث ان هو يبقى تحت البطارية عشان لما تيجي تطلعيها ما تطلعهاش بدبوس ولا حاجة، لما تخلص وتغيريها بتخلي الخيط ده تحت البطارية نفسها وانتي مركبة عشان لما تيجي تطلعي البطارية تسحبيها سحب من الخيط الستان. خلاص ركبت البطارية كده، بقفل الميكروفون زي ما كان، يبقى انا كده ركبت البطارية بمنتهى السهولة. بعد كده باجي للدبوس، طبعا تركيبه سهل جدا هوريكم ازاي مع بعض. همسك الدبوس في مكان فتحة بدخلها تحت المايك بالظبط، ليه مكان مخصص برضو بالطريقة دي. ده كمان لما اجي اركب الجاك عشان الكاميرا، اجيب الجاك بركبه في الجاك الصغير ده بحيث ان انا لو هستخدمه في الكاميرا او في الكمبيوتر او في اي جهاز انا عايزة استخدمه فيه. ده لو كان في كاميرا بستخدم الجاك اللي هو الكبير شوية، ولو كان في التليفون تستخدمي السماعة عادي من غير ما تركبي لها اي حاجة. وبكده بيكون المايك معايا جاهز للتشغيل. مميزات بتاعت المايك قيمته عالية ومقارنة بالسعر، والخامات بتاعته ممتازة، السلك 6 متر طويل جدا يعني تقدر تستخدميه بحرية، الصوت نقي، امكانية التشغيل على اجهزة متنوعة وكتيرة. عيوبه عيبين بساط جدا، اول حاجة تشابك السلك طبعا، وده بيبقى فيه هو ستريتش كده يتلزق
بحيث ان انت تلمي السلك الجزء اللي انت مش محتاجاه. وفي ناس اشتكت ان هو مش بيشتغل مع بعض الاجهزه، وطبعا في برامج بتتحمل على الجهاز بحيث ان هو يشتغل مع الجهاز وكده. يبقى احنا قلنا مميزاته وقلنا عيوبه. انا عن نفسي اشتريته بالنسبه للسعر ب 190، وزي ما قلنا ناخد بالنا واحنا بنشتريه ان هو يكون اصلي. انا اشتريته من الشناوي في محطه الرمل في شارع، وممكن طبعا نلاقيه على امازون، على امازون على النت وفي سوق.com. برضو لازم نتأكد قبل ما نشتريه او نطلبه ان احنا بنشتري المنتج الاصلي. وبكده اكون قلت لكم كل المعلومات اللي عندي، ويا رب اكون فدتكم النهارده. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا وتدعمونا بالاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.